فيه ولا ما ينجحش. لكن نتوما كوليدات صغار مستهدفين بهذه الحمله هذه وبهذه الحمله التوعويه اللي كتصادف هذا النهار هذا، اذا الطريق الله يرضي عليكم ما نلعبوش فيها، ما ندافعوش فيها. الوليدات ما تلعبوش الكره في الطريق، ما فيهاش حركه تسير بزاف، ولكن راه غير سياره واحده ولا دراجه ناريه راه تدير الغرض. شي هند نظيف ادرسه بالسنه السادسه الابتدائيه في مركزيه اولاد بوزيد. هو اليوم هو يوم بالاحتفال بسلامة الطرقية التي تتجلى في التي نعرف في علامات التشوير وعلامات قف وكيف نذهب في الطريق وإلى آخره. وفي الأخير نشكر السيد مدير والأساتذة التي وقف الذي ساعدونا ووقفوا معنا وللإشارة أشكر رجال الدرك الملكي والسيد المدير والأساتذة اللي ساعدونا والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشكرا. زيدي في الروض آداب المرور، إذا مشيت فاحترس لدى عبورك الطريق، أنا صديق مخلص فاسمع نصيحة الصديق، انظر يسارا أولا انظر يمينا بعدا واحذر وسط الطريق، انظر يسارا وقتها متى تحافظ دائما على قواعد المرور، دع سعيدا سالما وآمنا من الشرور. يأتي هذا الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في إطار البرنامج السنوي لنادي المواطنة الذي تسهر مجموعتنا ومؤسستنا على تفعيله برنامجها السنوي، كما نقوم بتفعيل جميع برامج الأندية التربوية التي تسطرها المجالس المؤسسة. ويأتي هذا اليوم يوم السبت 22 فبراير 2020 للاحتفال، ونتقدم بالشكر لسرية الدرك الملكي في شخص قائدها لتعاونه معنا في تأطير هذا اليوم التحسيسي، كما نتقدم بالشكر للسلطة المحلية لدعمها لنا في تنظيم هذا الحفل، كما نتقدم بالشكر للطاقم التربوي الذي دأب على تنظيم الأنشطة لتفعيل برامج الأندية التي سطرها خلال هذا الموسم الدراسي 2019-2020، كما نشكر جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس ولاد بوزيد للمساهمة في تنشيط هذا اليوم التحسيسي، كما نشكر تلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس ولاد بوزيد، كما نشكر ساكنة دوار ولاد بوزيد مساندتهم لنا ولدعمهم لنا في تأطير هذا اليوم التحسيسي، وشكرا.